تخيل كده ان حد عمل حادثه وفقد رجل او يد، وبتبص كده لقيت ان الرجل دي تم نموها مره اخرى، وبالعكس بقت اقوى وافضل من الرجل اللي كانت موجوده. طبعا حد هيقولك ده خيال، ازاي يحصل ده؟ طب هو بيحصل ده؟ بيحصل في بعض الكائنات، ومن ضمن الكائنات دي كائن حافظ على أسراره لمدة 450 مليون سنة، ومن أقدم الكائنات اللي كانت موجودة في الحياة. الكائن ده هو نجم البحر اللي هو بيعيش في البحار والمحيطات. فيا ترى هل إحنا مستعدين نكتشف مع بعض أسرار هذا الكائن الرائع؟ مرحبا بكم في رحلتنا النهاردة، رحلة في عالم أحد أروع الكائنات البحرية وأكثرها غموضا، إنه نجم البحر، نجم حقيقي في أعماق البحار. نجم البحر مش كائن واحد، ولكن هو عدد من الكائنات بيتراوح حوالي 2000 نوع، وطبعا يتميز بألوانه المتداخلة الرائعة، منها الأحمر اللامع إلى الأزرق الملكي، وفي تداخل كثير من الألوان المتنوعة، شكله رائع. طبعا بيحتوي على أزرع، له حوالي 5 أزرع داء الشائع أو في معظم الأنواع، ولكن تخيل أنه ممكن تصل الأزرع بتاعته ل 24 زراع. طبعا ده هيكون في نوع اسمه نجم الشمس العملاق، والنوع ده طبعا موجود في المحيطات، ولكن طبعا الأزرع دي مش شكل جمالي لنجم البحر، ولكن هي طبعا أزرع بيستخدمها كأسلحة في المعركة الخاصة بالبقاء. الافتراس في عالم نجم البحر مش مجرد عملية غذائية، ولكن هي معركة صامت باستخدام طبعا عضلاته القوية اللي هي الأزرع اللي احنا اتكلمنا عنها. بيبتدي طبعا يحاوط الفريسة، ولكن ببطء شديد كأنه يمارس لعبة، وطبعا من الصبر والدهاء وبيصبر. ولكن المفاجأة الحقيقية لم تبدأ بعد. ايه؟ ان هو بيخرج معدته بالكامل من جسده، تخيل، ليحيط بها فريسته، وطبعا بتبدأ عملية الهضم الخارجي بشكل مذهل، ويقوم طبعا الكائن بإفراز الإنزيمات لهضم الفريسة مهما كانت. طبعا احنا عارفين ان هو بيتغذى على القشريات والرخويات، فبالتالي طبعا مهما كان حجم الكائن بيتم هضمه بالكامل، وده بيتكرر في كل عملية افتراس او في كل وجبة بيقوم بها الكائن التغذية عليها. ما يجعل نجم البحر عجوبة حقيقية هو قدرته على التجدد. اذا فقد زراعا في معركة مع مفترس طبعا ما يختفيش بل ينمو، يعني ما بيكونش كده ناقص زراع، لا، بينمو زراع جديد. ده بالعكس، ممكن لو تم قطع زراعين كل زراع بيكتمل نمو نجم بحر جديد، طالما في جزء من الديسك اللي في النص يبتدي يكون نجم بحر. يعني لو اتقطع الخمس أزرع كل واحد من الأزرع دول يكون نجم بحر بالكامل جديد، يتحول إلى نجم بحر جديد بالكامل، لأنه ليس مجرد تجديد، ده بل هو ولادة جديدة. هذا التجدد ليس فقط قدرة على البقاء، ولكن رمز للصمود، للقوة، للقدرة على العودة دائما أقوى مما كان عليه. ده بيدينا مدى قدرة الكائن على العودة للحياة مرة أخرى، على الصمود أمام الصعاب اللي بتحصل لي، وده بناخده مثال لنا نحن نصمد أمام الصعاب، نتحمل مهما حصل لنا. لكن كيف يتحرك نجم البحر؟
طبعا انا سامع كده يعني الاجابه كده منكم حد بيقول بالازرع. طيب يا ترى طب الازرع دي بتستخدم كاقدام ازاي؟ السر فين؟ طبعا السر هنا يكمن في نظامه المائي. المائي ازاي؟ ايه اللي جاب الميه للاقدام للحركة؟ إيه عم ما توضح لنا، احنا مش فاهمين. النظام المائي ان هي الاقدام الموجودة في نجم البحر عبارة عن اقدام انبوبية صغيرة جدا. طبعا الاقدام دي بتمتلئ بالماء وبتتحرك ببطء وثبات، وطبعا هنا سبحان الله لإعجاز ان هي عن طريق حركة المية وتدفقها بتدي تتحرك الأزرع، وهي اللي بتخليه ينتقل طبعا عبر الصخور والرمال، وده نظام كامل مبني على قوة المية. نجم البحر مش مجرد كائن مستقل، لكن هو طبعا جزء من نظام بيئي متكامل في المحيطات بتاعتنا، وبيساعد في التحكم في أعداد الرخويات اللي ممكن تدمر الشعاب المرجانية، فهو بيعمل عملية توازن في البيئة الموجودة في البحار والمحيطات، وهو جزء من التوازن الموجود. وطبعا لو خرجت الأمور عن السيطرة ده هيؤدي إلى كارثة طبعا ودمار للشعاب المرجانية. لو تأثر نجم البحر أو حصل إن هو أعداده قلت، فبالتالي هتحصل إن الشعاب المرجانية هتتأثر نتيجة زيادة الكائنات اللي بتهاجم الشعاب المرجانية وبتغذى عليها نجم البحر. فطبعا التوازن هو ما يحافظ على عالمنا، يعني لازم نخلي بالنا إن التوازن البيئي وهو اللي بيحافظ على العالم بتاعنا، ولو فشل التوازن فكل حاجة من حوالينا هتنهار. فعلينا كلنا بنتكاتف مع بعض ونحافظ على التوازن، ولازم نحط في دماغنا مفيش حاجة اسمها كائن موجود في البيئة ملهوش دور في عملية التوازن. أي خلل في الكائنات الموجودة في البيئة، فاللي واجب علينا نحافظ على البيئة ونحافظ على الكائنات اللي حوالينا، ومن ضمن الكائنات هو نجم البحر، وهو رمز للتوازن الطبيعي. وطبعا احنا محتاجين نحمي نجم البحر ونحمي كل الكائنات الموجودة في البحار والمحيطات وأيضا في اليابسة من الانقراض، ومن لأن ده طبعا بيؤدي إلى التدهور البيئي وبيؤدي إلى مشاكل كبيرة إحنا في غنى عنها. طبعا نجم البحر بيواجه تحديات بتهدد بوجوده زي ما قلنا، طبعا التلوث خاصة الملوثات، طبعا الصرف الملوثات البلاستيكية اللي انتشرت، الأكياس البلاستيك، طبعا نسبة المايكرو بلاستيك زادت في البحار والمحيطات، أيضا الأسيديتي أو زيادة الحموضة في المحيطات، وده طبعا نتيجة الأمطار الحمضية الناتجة عن تصاعد الأبخرة والمداخن، المصانع المختلفة، الأكاسيد النيتروجينية والكبريت، كل ده طبعا أدى إلى زيادة التلوث، وده طبعا بيهدد بانقراض نجم البحر، وطبعا بيؤدي إلى مشاكل في الأنسجة بتاعته، بيؤدي لبعض الأمراض اللي بتظهر عليه، من ضمن الأمراض دي اللي هو متلازمة تدهور نجم البحر. فالعالم طبعا بيتغير بسرعة، قد نجد أنفسنا أمام مشهد مأساوي، بحر بدون نجومه. من البحر الأحمر إلى المحيط الهادي، المحيط الأطلنطي، نجم البحر طبعا بيكون جزء لا يتجزأ من البحار والمحيطات، وجزء لا يتجزأ من هذا الكوكب. في البحر الأحمر طبعا في عديد من الأنواع، منها نجم البحر الأحمر الساحر، وفي طبعا نجم البحر الأزرق لينيكا، وفي المحيطات البعيدة طبعا بنجد عمالقة مثل نجم البحر الشمسي،
وطبعا في عدد كبير من الانواع زي ما قلنا 2000 نوع، وزي ما شايفين قدامنا تنوع وانواع، هنذكر لكم بعض الانواع دي الموجودة والمنتشرة في البحار والمحيطات. طبعا لما لها، طبعا كل الانواع دي لها دور خاص في الحفاظ على التوازن البيئي، لكنهم جميعا زي ما قلنا بيواجهوا نفس المصير اذا لم نتدخل جميعا ونحافظ عليهم. نجم البحر ليس فقط رمز للبقاء، ولكن رمز للتحدي والصمود والقدرة على تحمل الصعاب من التلوث، من تدخل الإنسان، من التدهور البيئي. هل يمكن لهذا الكائن الرائع أن يستمر في التألق في محيطاتنا؟ طبعا الإجابة دي لينا كلنا، ان احنا ازاي نقدر نحافظ عليه. طبعا نحافظ عليه ازاي؟ ان احنا نحافظ على البيئة، نحافظ عليها من التلوث، نحافظ عليها من الأكياس البلاستيكية والأنواع الكثيرة من البلاستيك وغيرها من الملوثات المختلفة. ايه اللي هيحصل للمحيطات؟ لا يبقى، يعني خلي بالك ان اللي في المحيط لا يبقى في المحيط. يعني ايه؟ يعني هنتأثر كلنا بيه. هتقولي ازاي يعني؟ وين اللي هيحصل لنا لو نجم البحر انقرض مثلا؟ هقولك ان نجم البحر زي ما قلنا بيأثر، ان هو بيتغذى على العديد من الكائنات اللي بتأثر بالسلب على الشعاب المرجانية. فبالتالي لو الشعاب المرجانية تأثرت، فانقراض الشعاب المرجانية هيأثر على الأسماك والكائنات اللي بتعيش في الشعاب المرجانية. وطبعا الأسماك انقراضها أو قلة أعدادها ده بيؤثر على الغذاء العالمي، لأن احنا عارفين أن الأسماك من أهم مصادر الغذاء العالمي لينا، فبالتالي هتأثر علينا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. وفي النهاية زي ما شفنا الرحلة المذهلة في عالم نجم البحر، لا تنسى الاشتراك في القناة، ولو عجبتك الحلقة فعل زر الجرس لتكون معنا في مغامرات جديدة. طبعا في كتير من الأسرار الخاصة بالمحيطات تنتظر من يكتشفها، فيلا بينا مع بعض حلقة جديدة بإذن الله، وإلى اللقاء.